تمام. قلنا اليوم درسنا ثلاث مصل اللي هي external oblique muscle اللي هي تكون downward و forward، والعضلة الثانية اللي درسناها اللي هي internal oblique muscle اللي هي تكون upward و forward، وعندنا العضلة الثالثة اللي هي هنا اللي هي transverse oblique muscle تكون أفقية، يعني بشكل أفقي. نفتح هنا يعني الريكتس شيث اللي هي تكون بين الاكسترنال اوبليك مسل والانترنال اوبليك مسل، هذا اكسترنال اوبليك مسل تسمى من فوق اللي هو ريكتس انتيريور ريكتس ابدومينال مسل وبوستيريور ريكتس ابدومينال مسل. تقريبا هنا عندنا باقي الانجوينال كانال في الياف توصل التستس اللي هي سبيرماتيك كورد. بس هذه خدناها الخط اللي صار شو اسمه؟ لينيا البا. الخط اللي في النص هنا؟ لينيا البا اللي هو اصلا خط وهمي اصلا.